اي احد يدخل عندي نقول له تصيروا في الكومنت تكتبوا له قولوا له اذا حسستوني انه اذا هو فاز علي تمام هذه خطة بيني وبينكم اذا هو فاز علي روحوا كلكم اكتبوا لي ترقص رقصة البطة ترقص رقصة البطة هو ينبهر تمام ويتحمس ويقول لي ارقص رقصة البطة نسوي كذا تمام حبيته عشان هذه طريقة جديدة للهروب تفقين متفقين طيب اكتشفتوا انا شو سويت ده ايش عملتي انا شيء قلت لكم اسوي بس انتوا قلتوا لي لا تسوي بس انا ما اقدر ما اسوي كذا يعني حسيت سويت موز البطه سويت موز البطه انا هيفا انا من غيري انا بعيون حلوي يا الله دخل فكرتني هلا نزلتها وانا ما نزلتها والله العظيم ربي احبك يا ميسي عمري وانا احبك يا قباج يا عمراي بس حلو قولي الحقيقه يعني حلو تدمر نفسيتي ترى انا الاشياء تدمر نفسيتي ترى ما اتصلت بامي كاميرا قلت لها معليش بغسل المواعين بنظف البيت ما اقدر افتح كاميرا بس حلو مش اوفر يعني ما حملت كذا صح شوفوا هاي شكشكت لي كذا هون وشكشكت لي كذا حلو الشكشكه شكشكوني حظي عجاجة والفراير قرطيس حظي عجاجة انت تقولوا لي انت مو حلوة انت مو حلوة خلاص انا بدي ازود جميل بس والله العظيم ما سويت كتير اقسم بالله اني ماسكتها الابرة بقول لها تكفي 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 يا عمراك لا تتحمسي ما بدي اسوي براطم الجمل حددي تقول لي لا والله وتحلف لي بقول لها شوفي عليك الله وحياة ام اللبلوبي ما تعملي لي شفايف الجمل وحياة ام اللبلوبي قالت لي يا بنتي والله ما اسوي لك اقسم بالله انا دمرت نفسيتي بضك والله العظيم دمرت نفسها صرت كذا اقول اوف انتفخ والله العظيم يا بنات لما تدخلك الابره بتحسي البرودكت بيدخل بتحسي كانها راح تحشي بصير انا لا لا تتعور يا طبيبه والله لا افضحك بالسوشيال ميديا اقسم بالله هددتها والله العظيم وريتها حسابي قلت لها شوفي هون في 8 مليون وانستغرام في 2 مليون والله العظيم لا الاقي براطمي كذا مثل براطم الناقه اقسم بالله لا افضحك افضحك قالت لي لا والله اقسم بالله حسيت الدكتوره بدها بس اطلع انا والله العظيم تكتكتني بس هون تكتكتني هون تكتكتني هون كذا بس مو مبينين صح حلوين وكيوت يا عمري وما منس مع الإضاءة بين وجهي بين حسيت إنه غير شيء في وجهي صح بين الفرق لا بين إني صارفة يا عمري بين إني صارفة على الوضع والله بس خلاص ما أتهور في شيء والله خلاص عشان طفرت عشان صار علي ديون وما ادري كيف اسددها يا جماعه والله العظيم تقول لي الدكتوره طيب خليني لا تمسكي ايدي ترى ممكن يصير شيء بقول لها شوفي حركات الدكاتره احشي ولا تخشى شيئا ما عندي ما بدي تحشي
نسوي ميك اب ما اعرف حسيت اني بدي اسوي ميك اب يعني انا ما رايحه بمكان بس حاسه اني بدي اسوي ميك اب يا الله شوفي يا الله كيوت حبيت يا والله غير وجهي صحك والله العظيم شو سر جمالك فيلا شفايف فيلا شفايف يا عيني واضاءه تمام الله جو 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 يا ربي اخاف بكره كذا ينتفخ او يورم والله لانجن اقسم بالله والله لانجن لا الله يا الله ايش في ذا يا ربي يا ربي بس يا جماعه هلا بينقص اكثر صح ان انا سويت اليوم صح ولا بينتفخ بكره ولا اليوم أكلت الرز كده ينتفخ كتير والله أحلفه بس والله حلوين الله تبن للبراطم عضلات بطني وجعتني من الضحك عضلات شكيف لا شو عضلات طبقات بطني نسيت ما عندي بالعضلات نسيت يا ربي اني من الذببة طبقات بطن ايش فيك ميلان سلامات طبقات بطني وجعتني شوفوا 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 هعمل لك شوفوا هلا بدون كونتور تتذكروا لما كان اسوي كونتور كذا يصير صح شفايفي هلا بدون ميك اب بدون شوفوا كيف هلا شو راح اعمل كونتور وراح اجلدكم اوكي اسمعوا بسم الله لحظة بسم الله متشوقين ولا غير متمشقين ايش ده لا هذا رؤز ويسو طلع نزي ما نعرف هو لما افتح انا ما يفتح ميلان والله لما تنزل انزل 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 انا على والديك انزل تخف متعشين متشوقين يلا شوف شوف يجيب حكه هذا 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 عادي ولا في اشياء راح تصير يا الله استغفر الله العظيم يا الله احس الفيلر الشفايف ما لاق على اسناني كأنك أخذت أرنوب حقنت الفيلر بسم الله ناخذ هذا القلم القلم هذا القلم هذا نيود على بني تمام شوفوا كيف راح يصيروا شفايفي اول شيء راح نسوي جنزلر لحظه تعرفوا شو راح نسوي ميك اب بس مش ميك اب كامل تمام عادي يعني اخذ بلاي ايش فيني عملت فيلر نسيت بطلت اعرف احكي يي حتى صرت سامجه ليش كذا
واللي كان الفيلر فعلا البنات اللي بيكونوا عاملين كذا فيلر تجميل بيكونوا سامجات. ظنون انا بلشت بهذه المرحله يا الله عيني يا فارس والله يمكن بلشت انا بهذه المرحله بلشت اكون سامجه يا الله. وانا اقول ليش كل واحده مثلا حلوه كذا براطم يعني تقيل الذم يا الله راحت شخصيتي المريحه مع الفيلر. لحظه لا 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 دخلت البرايمر في عيني اوكي ما اعرف ما اقدر المس شفايف. فارس فارس الله يسعدك يا فارس مو ناقصين شنب ناصر يبيك من ناصر من ناصر ما حدا يمنشني عن احد لانه مستوانا رديء ما في مستوى لما يكون فيلر ما في مستوى بيروح الفيلر بيرجع المستوى عادي الموت ولا المذلة اوكي عملنا برايمر صح ولا نرجع نحطه ولا شو السالفة؟ اوكي وين البرايمر تبعي الثاني؟ البرايمر وين الكونسيلر؟ كونسيلر وين الكونسيلر؟ يا الله كونسيلر حقي وينه؟ كونسيلر كان هناي وين الكونسيلر يا جماعة؟ يا عمري كونسيلر كونسيلر ما في كونسيلر ما في كونسيلر يا الله ما في ما في ما في يا الله طخ طخ بميت اين الكونسيلر يا مكياج طيب لحظة دور على الكونسيلر الحوسه اللي انا فيها ضاع الكونسيلر ها لقيت الكونسيلر لا مو هذا مو هذا بدي لوريال يا الله دخيلك بموت بموت يما ها لقيته الحمد لله كل شيء ضدي بس يلا كلها ضدي كلها تغار مني كلها تحج عني وانا ما ضميت فرحان اغني انا ادل عليها حدود الخير فيها اوكي هلا بنحط كونسيلر شو كونسيلر هذا باقي الشمس ما في شمس ايه بس هذه الخطوات لازم نعملها بالشمس بدون شمس ما خصنا بدون مكياج ما في مكياج يعني هذا بس تعرفوا هذا جلوي ميك اب جلوي ميك اب تعرفون جلوي ميك اب الله يعين البراطم علي الايام راح اذلها اوكي بنعمل كذا طب طب ادلع ليكون لنا تغيرت عليه او شيء كذا شوي بيضوا بيضوا لا تقصرون في قلب ابيض على فكره هذا تغطيه مو قاسيه بس مبين من من الاضاءه انه لا والله مو بهيك ده غير البيجامه يعني انا بالبيت ليش ما البس البيجامه يعني انا انسانه يا جماعه ما يعني كسوله مره كسوله صار يصغر شفايفي صارت تصغر تروح تقول لها رجعي لي مصاري ضحكتي علي مرارتي فقعت فقعتولي مرارتي
تجرحوني ما تجبرون خاطري. ما صار شيء، شفت حياة سعيدة. هلا اليوم برعاية الخسارة. ليه سويت الفيلر؟ زعلانين مني. خلاص بيروح بيروح، لا تخافوا بيروح. روح لا تخلوا عني، لا تخلوا عني والله ما قصرت. انا بيروح يا اصدقائي بيروح. ايش فينا قلبت ناقة؟ شوفوا كسر لي بلاشر يا جماعة، كسر لي هذا البلاشر كثير بحبه. شوفوا والله ليش كذا الحياة معي؟ ليش ليش أنا ما عندي حظ؟ ما عندي حظ لا مع البلاشر ولا مع الميك اب ولا مع حتى البلاشر تكسر. يا الله أنا ما عندي حظ يا بنات، ما عندي حظ. أصدقائي ما يكبسون دايما، ايش احفلونا واخسر. حتى لو ما جحفلونا الخسر. انا خلاص يأس، ابي اموت، ابي انتحر. يا رب تجي كورونا تاني، يا رب يجي هذا داء القرضة يطفركم كلكم، يجلسكم كلكم بالبيت. يا رب نجلس كلنا بالبيت ولا يطلع احد. يا ربي الكورونا كانت مصبرتني، الكورونا كانت دايما تحسسني انه كلنا سواء. الكورونا يا جماعة انا ما شفت فيها الا الخير. الكورونا كانت تحسسنا اننا كلنا سواسية، كلنا تحت البطانية، وكلنا ما عندنا شيء، كلنا مطفرين. أكثر فترة حسينا فيها إنه إحنا كلنا في الهوى سوا، ما في أحد يروح يسافر مالديف ويصور، ما في أحد يروح يروح لفرنسا باريس ويعمل عمل شوبينج، ما في أحد يغيظنا بالسنابات. يا رب يجي داء القرضة يجلسكم كلكم بالبيت. أنا ما كنت أبان إني في الأول إني في بيتوتية، كنت أقول لهم جالسة لأنه كورونا. هلا وش أقول لهم؟ راحت كورونا، راحت كورونا وتخلت علي ووهقتني وما خلتني. وش أقول لهم هلا؟ أنا ليش جالسة بالبيت؟ ليش؟ يا الله أسوي فيلر، سويت فيلر هلا مين راح يشوفه؟ ما بطلع، بروح يفش لحاله. يا الله ما قدرت ارسم القلم، يا الله ما عرفت شفايفي، ما عرفت وين احط ما فهمت. يا الله ضيعت حتى شفايفي، ما صرت اعرفهم وين. تجلدني يا ربي. يا ربي غير اللون عشان ما شفت شيء. يا ربي ايش نسوي هلا؟ نعيم حبراي. مين
مني، انا ما ادري انا حظي حلو، كل ما اجي احزن افرح. يلا حلوه وفي الاولى اسوي ميك اب امسح وانا عادي، ترى جلسه بالبيت ستره وحلوه البيت حلو يا عوري يا علاء.